طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع المشاهد نت: ملكة الفواكه في تهامة لا تجد من يشتريها. ومن ارفع صوتك: اليمن من دون قانون إرهاب هل يفلت الإرهابيون؟ ومن الصحوة نت: ميليشيا الحوثي تحاول استبعاد 70,000 موظف. أهلا بكم. هل تصل إلى مستحقيها أم أن ميليشيات الحوثي تواصل برامجها في نهب كل ما تراه أمامها؟ يعنون الموقع بوست في صفحته الرئيسية. ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين يستقبل أكبر شحنة غذاء منذ بدء الحرب. وقال الموقع مستندا إلى وكالة الأناضول إن سفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي رست في ميناء مدينة الحديدة اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي يوم السبت، وعلى متنها أكبر شحنة غذاء تصل المرفأ منذ اندلاع الحرب. وأفاد مصدر ملاحي أن السفينة تحمل 581 حاوية غذاء تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وهي أكبر شحنة إغاثية تصل ميناء الحديدة منذ بدء الحرب التي اندلعت في اليمن مطلع عام 2015. يأتي ذلك بعد 5 أيام من رسو السفينة كاسبر التي تحمل أكثر من 8,000 طن من وقود المازوت، بالإضافة إلى رسو عدد من السفن الصغيرة التابعة لتجار محليين ومنظمات إغاثية تحمل قمحا ودقيقا وذرة وسكر وأدوية ومواد إغاثية أخرى. وأشار المصدر أن الحركة في الميناء شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأيام الماضية، لكن ذلك التحسن يبقى غير كاف إذ أن القيود ما تزال مفروضة على حركة الميناء. ويتابع الموقع: يعمل فريق آلية التحقيق والتفتيش التابع للأمم المتحدة على تفتيش السفن ومنحها تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة. الحماقات لا تأتي فرادى في اليمن، تحت هذا العنوان كتب صبحي حديدي مقاله المنشور في القدس العربي. أبت الطبيعة متمثلة في إعصار ميكونو إلا أن تشارك في مأساة اليمن المفتوحة، فضربت جزيرة سقطرى التي تعاني أصلاً من أهوال بني البشر بعد أن أدخلت في دوائر الصراع الدامية التي تجتاح اليمن للسنة الرابعة على التوالي. المجتمع الدولي، هذا المسمى الذي ليس له من اسمه نصيب صادق، لم يواجه الطبيعة العاتية على نحو يخالف عجزه عن الحد من الكوارث الأخرى التي تمزلها القوى المتصارعة بهذا البلد الضحية. وبين مجد وجزر على الجبهات العسكرية وانتصارات ملعلعة يعلنها الحوثي تارة أو التحالف طورا، وقرارات يتخذها الرئيس عبدالربو منصور هادي لا تتجاوز صيغة الحبر على ورق، ومقترحات كسيحة يسوقها المبعوث الأممي الجديد مارتن جريفيث، واختلاط أوراق سياسية وقبلية ومناطقية ومذهبية، ينحدر اليمن أكثر فأكثر نحو درجات أشد فظاعة في هاوية القتل والدمار والأوبئة والمجاعة. ويوما بعد آخر تتكشف مظاهر إضافية لا تثبت فشل المغامرة العسكرية الحمقاء التي هندسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولا تبرهن على وصولها إلى طريق مسدود فحسب، بل كذلك على أنها تنقلب ضدها وتنتج عواقب معاكسة تماما على أصعدة عسكرية وسياسية في اليمن والمملكة ذاتها وعلى صعيد إقليمي أيضا. مؤخرا كشفت صحيفة نيويورك تايمز النقاب عن اضطرار الرياض إلى استخدام عناصر عسكرية أمريكية لمواجهة الحوثي، وكأن المليارات التي أنفقتها السعودية على عقود السلاح الفلكية مع أمريكا لا تكفي لسد الثغور، وكأن الخلاص من ورطة المستنقع اليمني لا يأتي إلا من القبعات الخضر الذين أرسلهم البنتاغون حصرياً. تابعت صحيفة الأيام مجريات المعارك الأخيرة في الساحل الغربي وعنونت في صفحتها الرئيسية: الحوثيون يستنجدون بمارتن غريفت لتطويق خسائرهم. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن قيادات حوثية ذات تأثير طالبت بالبحث عن حل سريع لوقف التقدم العسكري نحو الحديدة وميناءها، ودعت إلى الاستنجاد بالمبعوث الأممي مارتن غريفت وإعلامه بالرغبة في العودة إلى الحوار. وقالت الصحيفة أن الميليشيات ستلجأ إلى تقديم تنازلات ولو شكلية لإقناع الطرف الآخر بوقف المعارك بشكل عاجل.
وأشارت المصادر إلى أنه سبق للحوثيين أن استخدموا المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد للحصول على تهدئة في أكثر من مرة دون أن ينفذوا تعهداتهم، ويتضح له في الأخير أنها مناورة حوثية تستهدف كسب الوقت. وتقول الأيام إن القوات المدعومة من التحالف العربي والتي تضم المقاومة الوطنية وألوية العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية باتت على بعد 35 كيلومتر جنوب ميناء الحديدة عقب إحراز انتصارات سريعة وحاسمة في مختلف جبهات الساحل الغربي. إلى موقع الصحوة نت والذي علق في صفحته الرئيسية: الحوثيون استقطاب لمجندين من بوابة الرياضة وحملات طائفية وأخرى لجباية الأموال. وقال الموقع إن الميليشيات الحوثية واصلت الكشف عن تصرفات وصفتها أوساط مناهضة لها بأنها الأكثر إقصاء وطائفية في صنعاء على خلفية شطب أكثر من 70,000 موظف من سجلات الخدمة المدنية. ويتابع الموقع: جاء تصرف الانتقام من قبل الجماعة الحوثية التي أطلقت عليه عملية تنظيف كشف الراتب في الوقت الذي صعدت فيه الجماعة الانقلابية من تحركاتها لحشد المجندين وتعميم الأمسيات الطائفية. وفي هذا السياق أفاد موظفون خاضعون للجماعة الحوثية في الخدمة المدنية بأنها قامت عبر عناصرها المعينين في الخدمة المدنية بإسقاط أكثر من 70,000 موظف من سجلات الخدمة المدنية تمهيدا لإحلال عناصر موالين لها في وظائفهم. وقالت المصادر إن عناصر الجماعة أطلقوا حملة واسعة لفصل آلاف الموظفين الحكوميين من المعارضين والمبعدين من أعمالهم والفارين من سطوة الجماعة ومن المنتمين إلى المحافظات الجنوبية. في الثورة اليمنية التي هي امتداد طبيعي في سياق موجة التغيير التي شهدتها البلدان العربية للإطاحة بالأنظمة الاستبدادية، هذا مقتطف من مقال كتبه إحسان الفقيه ونشرته صحيفة القدس العربي مضيفا في جزء منه. كانت ثم انسجام وتواؤم بين الطوائف اليمنية وإجماع على الالتفاف حول الثورة بصرف النظر عن موجة الانتماء الطائفي التي عمت المدن اليمنية من أقصى شماله إلى أقصى الجنوب من خلال نشطاء المجتمع المدني الذين استطاعوا تذويب الانتماءات الطائفية والإبقاء على الانتماء للوطن من أجل التغيير والإطاحة بنظام علي عبد الله صالح وتشكيل حكومة تمثل الشعب. لكن اتفاقا سعوديا أمريكيا أبقى على علي عبد الله صالح في وضع يؤهله للعب دور ضمن إطار منظومة الثورات المضادة التي عملت على وأد الثورات في ليبيا ومصر بشكل كامل عبر إعادة إنتاج الأنظمة السابقة بأنظمة جديدة تحكمها العسكرتارية أيضا كما في حالة عبد الفتاح السيسي. وما يراد لإعادة استنساخ هذه الحالة في ليبيا من خلال دعم الجنرال خليفة حفتر المدعوم إماراتيا، أو ما يمكن أن يحدث لاحقا في الحالة اليمنية بإعادة إنتاج نظام علي عبد الله صالح عن طريق تعويم نجله أحمد المدعوم من الإمارات. وسبق لجماعة الحوثي أن خاضت 6 حروب مع الدولة اليمنية طيلة سنوات أدت في إحداها إلى مقتل زعيمهم حسين الحوثي على يد الجيش اليمني بقيادة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واستلم قيادة الجماعة بعده عبد الملك الحوثي الأخ غير الشقيق له الذي اتفق عام 2010 على وقف الحرب مع الجيش اليمني. وفي أيلول سبتمبر 2014 تحركت قوات جماعة الحوثي من قواعدها في شمال اليمن باتجاه العاصمة بدعم من بعض القبائل المحلية وجنود تابعين للجيش اليمني الذي ظل القسم الأكبر منه يدين بالولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح. في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي كل شيء قابل للخسارة، ويعنون موقع المشاهد نت: المانجو في تهامة موسم كساد وخسائر. وقال الموقع أن مزارعي المانجو في تهامة يمرون بأزمة اقتصادية حادة بسبب تدني الأسعار وكساد الموسم وعدم تصريف الانتاج، الأمر الذي جعلهم يواجهون خطر خسائر باتت حتمية بعد أن أصبحت بضاعتهم تباع في الأسواق بأسعار لا تساوي تكلفتها. ويعد السهل التهامي الممتد من محافظة الحديدة غربا إلى حجة شمالا أكبر المناطق إنتاجا لملكة الفواكه في اليمن، ويفاخر مزارعوه بإنتاج أجود أنواع المانجو في العالم العربي خصوصا الزبدة الهندية والسوداني والتيمور، وهو الصنف الأجود والأغلى سعرا في السوق المحلية. وشهدت أسواق الفواكه في اليمن خلال الشهرين الماضيين تدفق كميات كبيرة من ثمار المانجو التهامية إذانا ببدء الموسم الخاص بفاكهة الملوك، والذي
يبدأ عادة في مارس وينتهي أواخر يونيو من كل عام. حالة الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات دون تحريك شاحنات التصدير التي كانت تحمل المانجو التهامي بشكل يومي عبر منفذ الطوال بحرض باتجاه دول الخليج العربي إلا من كميات قليلة جدا يتم تصديرها بشكل نادر من منفذ الوديعة إلى السعودية. ويعيد علي صديق صاحب مزرعة مانجو في وادي مور بمحافظة الحديدة أسباب هذه الخسائر الكبيرة إلى توقف التصدير عبر منفذ الطوال الحدودي بحرض إلى السعودية التي كانت تعتبر سوقا كبيرا للمانجو القادم من اليمن. ويشير إلى أن سعر السلة المانجو عبوة 20 كيلو جرام في سوق صنعاء المركزي لبيع الخضار والفواكه لا يتجاوز 2000 ريال يمني رغم أن الموسم لا يزال في بدايته نظرا لارتفاع كمية العرض أمام الطلب في السوق المحلي. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وجود قانون خاص بمكافحة الإرهاب أصبح ضرورة ملحة حاليا، يقول حمير قيس وهو قاض يمني ووكيل سابق في النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في صنعاء، ويعنون موقع ارفع صوتك: اليمن من دون قانون إرهاب هل يفلت الإرهابيون؟ ويعتقد القاضي اليمني أن الوضع الحالي يمنح الإرهابيين فرصة الإفلات من العقاب خاصة بسبب عدم تجريم الانتماء لتنظيم إرهابي، ويقول إنه عاين قضايا اعترف فيها متهمون بالانتماء لتنظيم القاعدة لكن المحاكم اضطرت إلى إطلاق سراحهم في غياب أدلة تثبت ارتكابهم عملا إجراميا. يقول قيس: نظرا لعدم وجود غطاء قانوني يجرم مسألة الانتماء نصدر أحكاما بأنه لا وجه للدعوة أو حفظ الأوراق. ويؤكد القاضي اليمني أيضا أن العقوبات التي تصدرها المحاكم انطلاقا من القوانين الحالية تبقى غير متناسبة مع حجم الفعل الإرهابي. تسارعت وتيرة البناء العشوائي في مدينة عدن اليمنية، وقد شيدت آلاف المساكن الشعبية عند مداخل المدن والمواقع التي سبق أن حددت لمشاريع صناعية أو تجارية أو للاستثمار السياحي وغير ذلك، وقد جرى ذلك على مرأى ومسمع السلطات المحلية والأمنية في المحافظة الجنوبية، كما تقول صحيفة العرب الجديد والتي عنونت: مبان عشوائية في عدن. وتتحمل مؤسسات أو تتحمل مؤسسات الدولة مسؤولية ذلك بحسب ما يقول عبد الله العبيدي وهو من سكان مدينة عدن الساحلية، فيشرح لي العرب الجديد أن ضعف المؤسسات الحكومية الأمنية والإدارية والسلطات المحلية هو العامل الأساس لتجاوزات المخالفين التي تسببت بمشكلات كثيرة، والمباني معظمها شيدت في مناطق سبق أن جرى التخطيط لها لإقامة مشاريع استثمارية. من جهته يقول فتحي النجاشي للعرب الجديد أن تلك المباني راحت تنتشر بصورة جلية ومتسارعة بعد سيطرة الحكومة الشرعية على المنطقة التي كانت قبل يوليو تموز 2015 تحت حكم الحوثيين. ويضيف: ثمة مواطنون وكذلك عناصر من المقاومة استغلوا الوضع المضطرب في المدينة وراحوا يشيدون تلك المباني في بعض المساحات العامة وفي أراضي الدولة مستغلين عدم الاستقرار الأمني وارتباطهم بالمقاومة الشعبية. وتقول مهندسة تعمل في مكتب الأشغال العامة والطرقات في عدن إن المباني العشوائية تنوعت ما بين مساكن ومحلات وأكشاك لأغراض تجارية محدودة، في حين يجري وضع اليد في حالات أخرى على ممتلكات عامة وخاصة والبناء عليها. وتشير العرب الجديد إلى أن المباني العشوائية طاولت أراضي
الدولة وأراضي الجمعيات السكنية وممتلكات مواطنين، بينما نجحت الحملة في إزالة 200 بناء عشوائي في عدد من مناطق المحافظة حتى اليوم. أمريكا لم تصنع الثورات العربية. تحت هذا العنوان كتب علاء بيومي مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في أجزاء من المقال. لم تتوقع أمريكا الثورات أو تتنبأ بها، فعندما قامت الثورة المصرية كان رد فعل هيلاري كلينتون في 25 يناير تأكيدها على استقرار النظام المصري، لكن الأحداث السياسية أفقدت أوباما صاحب الخطاب البراق وتوازنه، فقرر دعم ثورة يناير ومطالبة مبارك بالتنازل عن الحكم، رغبة منه في أن يضع أمريكا على الجانب الصحيح من التاريخ وألا يتركها في معسكر معارض للثورات والحرية والتغيير. وعلى الرغم من ذلك لم يفعل أوباما الكثير على مدى السنوات التالية لدعم الربيع العربي، ففي ليبيا شاركت أمريكا في العمليات العسكرية التي أطاحت بالقذافي، لكنها لم تقدم أي استراتيجية تذكر لتوحيد البلاد بعد ذلك. وفي سوريا دعمت أمريكا آلافاً من الثوار السوريين بالسلاح في شمال سوريا وجنوبها، لكنها رفضت التدخل العسكري لإطاحة النظام، ولم تعارض التدخل الروسي الحاسم لصالح نظام الأسد، وتركت اليمن يتخبط تحت تأثير التدخل الخليجي. وفي مصر لم تقدم أمريكا أي مساعدات تذكر للثورة في ظل تصارع الدول الإقليمية على التأثير عليها. ولما وقع انقلاب يوليو عام 2013 لم تعارضه أمريكا أيضا بأي شكل جاد، بل توقفت نحو عام عن تزويد النظام المصري بمساعدات عسكرية ثم استأنفتها. في مقابل الموقف السابق قدمت الولايات المتحدة الدعم السياسي والمالي والعسكري للديكتاتوريات العربية على مدى عقود، فالولايات المتحدة تدعم ديكتاتوريات عربية منذ الاستقلال وتقدم لها الأسلحة وتدرب قواتها من دون أي مطالب ديمقراطية تذكر، كما تقدم أيضا مساعدات مالية بالمليارات لأنظمة أخرى ضمن التزامات أمنية استراتيجية كالعلاقة مع إسرائيل. ننتقل إلى الشأن الرياضي، حيث عنونت شبكة البي بي سي في صفحتها الأولى: دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يخطف اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على ليفربول. وقالت البي بي سي: فاز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة صعبة شهدت خروج نجم ليفربول محمد صلاح بعد إصابته في الشوط الأول من المباراة. وتتابع الشبكة: هذه المرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها ريال مدريد باللقب، والمرة 13 في تاريخ البطولة، وأصبح زين الدين زيدان 45 عاما أول مدرب يقود فريقه للفوز بهذا اللقب ثلاث مرات متتالية. حيث بدأ المباراة بسيطرة واضحة أو بدأت المباراة بسيطرة واضحة لفريق ليفربول الذي فرض سيطرته على منطقة الوسط فارضا ضغطا شديدا على لاعبي الريال في المباراة التي أقيمت في كييف عاصمة أوكرانيا، وأربكت سرعة خط هجومه المؤلف من صلاح وفيرمينو وسادو ماني ومناوراتهم دفاع النادي الأسباني بقيادة سيرجيو راموس. وكانت أول هجمة خطرة للنادي الملكي عن طريق كريستيانو رونالدو الذي سدد كرة قوية من تمريرة من كارفاخال لتمر فوق المرمى في الدقيقة 15 من المباراة. وتضيف البي بي سي: في الدقيقة 26 من الشوط الأول أصيب صلاح جراء تصادمه مع لاعب دفاع الفريق الأسباني سيرجيو راموس، واضطر مدرب ليفربول يورجن كلوب لاستبداله في الدقيقة 30 من المباراة. ووصف زيدان 45 عاما فوز فريقه بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي بأنها لحظة تاريخية بالتأكيد. وأقر جوردن هاندرسون قائد فريق ليفربول بأن ريال مدريد يستحق الفوز باللقب. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، قالها يوما الشاعر العربي محمود درويش. وتقولها الطبيعة كل يوم بمناظرها وجبالها وهضابها وكل ما تحتويه من جمال ودهشة، تبدو واضحة في صور نشرتها صحيفة الجاردين في جولتنا المصورة نتابعها اليوم.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كشك الصحافة. دمتم بخير.